يقول السائل: كم يكون سن المرأة الأجنبية التي يحرم مصافحتها؟ نعم، المرأة البالغة التي بلغت، يعني حاضت، بلغت سن المحيض فخرجت من الطفولة إلى سن المرأة، هل يحرم أن يصافحها الرجل وهي غير محرم له؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له قط، وكان يبايع النساء بالكلام ولا يبايعهن بالمصافحة. فالمرأة التي تحرم مصافحتها هي المرأة البالغة. نعم.